في زيارة أولى منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة، وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا، وهذه الزيارة قد تحدد مستقبل حرب أوكرانيا. تقول هنا صحيفة روسية: حرب أوكرانيا حاضرة بقوة على طاولة النقاش بين الزعيمين الصيني والروسي، لأن بكين تستعد لمضاعفة الدور في الصراع، في الوقت الذي تحدثت فيه طبعا الولايات المتحدة عن أن الصين ستبدأ بإرسال إمدادات عسكرية إلى موسكو، وحذرت من ذلك. ولكن الأمر لا يتعلق بتسليم أسلحة كما يعتقد الأمريكيون، بل برغبة بكين في أن تصبح وسيطا في صنع السلام، بعدما حققت نجاحا مهما بالاتفاق الأخير بين كل من إيران والمملكة العربية السعودية، حسب طبعا الصحيفة الروسية. الرئيس الصيني يمكن أن يقدم بديلا مختلفا وضمانات مختلفة وفق هذه المبادرة التي تعد فرصة جديدة لتحقيق السلام. من جانب آخر، الرئيس الصيني يمتلك بعض أسلحة الضغط على الجانب الأوكراني، وعلى رأسها احتمالات إمداد روسيا بالأسلحة. هنا مسؤولون صينيون قالوا للصحيفة الروسية: لماذا يمكن للغرب أن يسلح تايوان ولا يمكن للصين تزويد روسيا بالأسلحة؟ ولماذا لا تجعل بكين التعاون العسكري مع موسكو مرتبطا بشكل مباشر بقضية تايوان؟ وفي حال فعلت الصين ذلك، فإنه سيشكل إخباراً وأخباراً سيئة بالنسبة لأوكرانيا، لأنه إذا كان على واشنطن أن تختار بين دعم كييف وتايبي، فإن الأمريكيين سيختارون تايبي بالتأكيد، وذلك لأنها هي قصة أقدم بكثير وأكثر أهمية بالنسبة لهم. هذا الأمر بحسب أيضاً الصحيفة سيدفع كييف إلى التفكير بطريقة جدية، وتبدأ هنا المشاورات مع موسكو، وبناء عليه ستكون ضربة قاسية للغرب وسياساته، وسيعطي هذا الصين مكانة جديدة بوصفها صانعة للسلام العالمي. والحديث هنا طبعا للصحيفة الروسية.